فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أن يستبدل شخص سيارة بسيارة أخرى ويدفع الفرق نقدا؟ هل يكون هذا من باب بيعتين في بيعة؟ لا لا، هذا بيع سيارة بسيارة وزيادة، لا بأس بذلك، هذه بيعة واحدة، باع سيارة بسيارة بثمن وزيادة تقابل النقص الذي أو الزيادة التي في سيارته. نعم. وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.